السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في كل زمان وفي كل مكان، عليكم جميعا. اليوم هنتكلم عن درس آخر في الأخلاقيات السلوكية أو السلوكيات الأخلاقية. كنت بأصلي الجمعة في مسجد الأمانة مدينة برمنغام، كنت واصل من الكويت عن طريق اسطنبول، سفرة أكثر من 12 ساعة، كنت متعب جدا ومنهك ومسرع. لماذا؟ لأني كنت مسافر في نفس اليوم علشان بعد انتهاء صلاة الجمعة إلى مدينة أبردين لتقديم العزاء في نسيبي الدكتور جمال رحمة الله عليه. فماذا حدث؟ الحمد لله جزاه الله خير الخطيب أطال في الخطبة، جزاه الله خير، وتأخرنا في خروج المسجد إلى ما بعد الساعة الثانية ظهرا بعشر دقائق أو 15 دقيقة. فأرولت مستعيا لألتحق بزميلي لأخذ السيارة ونذهب فورا إلى المطار، حيث كان إقلاع الطائرة الساعة 3:45 عصرا، ولم أسلم على كثير من المصلين. وحينما وصلنا إلى موقف السيارات لأجد وكالعادة أن المكان مكتظ وأن هناك أكثر من سيارة تغلق علينا طريق الخروج من موقف السيارات، وأن الأخ الصومالي صاحب السيارة الكبيرة المغلقة للطريق قد أتى وبدأ يتحدث بأريحية مع بعض المصلين غير أبي بما فعل من إغلاق الطريق، فبدأت أعصابي تتكهرب. فلما دخل إلى سيارته ذهبت إليه مهرولا قائلا له: أتعتقد أن الله سوف يقبل صلاتك وأنت تعطل كل هؤلاء المصلين؟ فغضب الرجل غضبا شديدا وخرج صائحا ومناديا على راعي المحل صديقه الذي أتى مهرولا صارخا وهو يتكلم باللغة الصومالية، طالبا من زميله أن يغلق البوابة واتصل بالبوليس لكي يأتي ويحاسبنا، مستعملا بعض الأحاديث وبعض الآيات وبعض الأقوال، وبعض المصلين يؤيده والبعض الآخر في دهشة والجميع في دهشة من هذا التصعيد الذي كنت أنا سببا فيه، والجميع يهدئونه إلى أن هدأ صاحب المكان وهدأت أعصابه وفتح البوابة وخرجنا مسرعين إلى المطار. هذا هناك درس لابد أن نستفيد منه، ودرس في التلطف والحلم واللين والصبر والتصبر والاستبار. كان لزاما علي أنا ألا أستثير الأخ الصومالي بعبارة قبول الله لصلاته أو عدم قبولها، لأن هذا بين يدي الله سبحانه وتعالى. كان زمان علي أنا أكون هادئا، فأنا أكبر سنا وقد أكون أكثر علما منه. كان زمان علي أن لا أجادله أو أجادل صديقي صاحب المحل، وكان زمان علي أن أتحكم في مشاعري، فأنا اعتذرت وأعتذر لكم جميعا على سوء التصرف هذا، ولكنها خطيئة ارتكبتها فأردت أن أشارككم فيها إن شاء الله. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.